إن شاء الله راح نتكلم في هذا الدرس عن أسباب التبول اللا إرادي. هناك عدة عوامل طرحت في هذا الموضوع، وأيضا طرحت عدة أسباب، منها تأخر في نضوج مراكز السيطرة العصبية على المثانة في سلس البول الأولي. ويؤيد هذا الكلام تقريبا حوالي 85% من الأطفال البالغين من العمر 5 سنوات تقريبا لا يبولون في الفراش، ونسبة التحسن تبلغ 15% كل سنة. كذلك هناك نظرية وجود خلل في إفراز الهرمون المتحكم في تركيز البول، وبناء عليه تم طرح هذا الهرمون في الأسواق لعلاج سلس البول، ولكنه لا ينفع مع كل الحالات. أيضا في حالات كثيرة مثل الأمراض التناسلية والبكتيرية التي تصيب الجهاز التناسلي الذكري عند الطفل، مما يسبب البول اللا إرادي ولا يتحكم في عملية البول. وأيضا الأعصاب الموجودة ممكن تكون سبب أحد الأسباب، لأن أنت لا تستطيع أن تتحكم في هذه العضلات إلا بعد إرسال إشارة حيوية إلى الأعصاب من المخ، والمخ يرسل هذه الإشارة والعضلات ترد عليه. وأيضا من الضروري مراجعة الطبيب عند حصول أي مضاعفات عندما الطفل يتكرر التبول اللا إرادي بشكل مستمر وعدة مرات يوميا. إلى هنا انتهى الدرس. كان معكم الباحث خالد بن السعود الحليبي، وأتمنى أنكم استفدتم من هذا الدرس. نشوفكم في درس قادم.